أعوان السلطة يطالبون بإدماجهم في الوظيفة. أوردت يومية المساء أنه بعد المجهودات الكبيرة التي بذلوها خلال الانتخابات الأخيرة، وكذا في إطار التصدي لجائحة كورونا، طلبت مجموعة من أعوان السلطة الحكومة الجديدة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية وتحسين ظروف العمل. ودعا أعوان السلطة إلى ضرورة التعجيل بالزيادة في الأجور وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية مع إدماجهم في الوظيفة العمومية والتعديل القانوني الأساسي، معبرين عن أملهم في الشروع في دراسة ملفهم والعمل على تسوية وضعيتهم القانونية وتحسين ظروفهم الاجتماعية على اعتبار أنهم يوجدون في الصفوف الأمامية.